السلام عليكم ورحمة الله. صوما مقبولا وإفطارا شهيا وإفطارا خفيفا بإذن الله. معلومة في دقيقة على السريع كده، ناس كتير سألتني سؤال: يا دكتور، طيب الصيام ده مش هيأثر على المناعة بتاعتنا ضد كورونا؟ طب احنا مش المفروض لو احنا صايمين ان مناعتنا تبقى ضعيفة؟ الإجابة غلط تماما، العكس تماما يا جماعة. الصيام بيقوي المناعة جدا، بيقوي المناعة جدا. كفاية ان انت بتمتنع عن السكر، كفاية ان انت بتمتنع عن كل الاكلات الضارة، ده دي كفاية لوحدها. الجسم اثناء الصيام بيعمل حاجة اسمها اوتوفاجي، يعني بياكل في الحاجات، بياكل في نفسه بس بياكل في الحاجات الضارة، فبيبدأ يشيل كل الفضلات، بيشيل مضادات الشوائب الحرة، بيبقى ينظف نفسه طول اليوم. بالعكس، مناعتك بتزيد جدا مع الصيام. افتكروا، صوموا تصحوا. سلام عليكم.